السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وكنشكركم بزاف ديال البنات اللي كيسولوا فيا، الله يجازيكم بخير. شكرا شكرا لكم بزاف، الله يحفظكم. ومهم هاد الفيديو البنات غادي نقدم لكم هاد الحلوه باش تزينوا بها ان شاء الله باذن الله الطفله ديال العيد ديالكم اللي كتجي زوينه بزاف والمقادير اللي هما بساطين. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الاخبار، كتجي رائعه البنات. انا متاكده كل السيده تقدر ديرها في دارها، كتجي كتفرتت كيف ما كتلاحظوا هنايا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو باش تزيدوا تشجعونا مع الاحباب والعائله، اشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد، وخليكم معايا باش تعرفوا على المقادير ديال هذه الحلوه. على بركه الله غادي ندوزو للمقادير. عندي هنا واحد معلقه كبيره ديال الكونفيتور نتاع المشماش، عندي 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون لينه، المهم كتكون هنا بحال شي بوماده، شكلها تسهل علينا الخدمه. كنزيد 150 غرام ديال السكر سنيده، المهم غادي نخلطهم مزيان. وهنايا غادي نزيد واحد قبصه ديال الملحه، وغادي نخلطهم، غادي نخدم بيديا بطبيعه الحال، وغادي نخلطهم مزيان حتى تولي عندنا ان كريم كيف ما كتلاحظوا هنايا. وكنزيد 80 غرام ديال المايزينا و 60 غرام ديال الكاكاو اللي ما فيهش السكر، وجوج حبات نتاع البيض. وهنايا غادي نخلطهم حتى هما مزيان. هنايا كيف ما كتلاحظوا ولات عندنا ان كريم. دابا عندي هنايا 450 غرام ديال الفارينه، وعندي 6 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. كنبقى نضيف في الفارينه بشويه بشويه، ما نديروهاش في خطره واحده. هنايا درت شويه ديال الفارينه، وغادي ندير الخميره، المهم درت شويه ديال الفارينه عفوا الخميره ديال الحلوه، وكنبقى نخلط بهذه الطريقه هذه. المهم بالنسبه للفارينه ما ديروهاش في خطره واحده يا البنات. انا عندي هنايا البيض المتوسط، ماشي الكبير ماشي هذاك الصغير. هنا كيف ما كتلاحظوا تقريبا راه صافي العجينه ديالنا واجده. هنايا العجينه ديالنا البنات كتجي رطبه، ما كتجيش قاسحه بزاف، وعاوتاني ما كتجيش رطبه بزاف كيف ما كتلاحظوا هنايا. كتقيسوها بيد الاخر اللي ما كتعجنوش فيه، راه كتلصق شويه شويه في اليدين. هنايا غادي نديرها في البلاستيك غذائي وغادي ندخلها للثلاجه. بالنسبه للبنات انا خدات لي 400 غرام ديال الفارينه، عبرت داكشي اللي بقى ليا، بقات لي 50 غرام. هنايا غادي نديروها في الثلاجه باش هكذا تبرد، المهم ترتاح لينا العجينه قد ما درتوها في الثلاجه قد ما يكون احسن. هنايا البنات انا ما خليتهاش صراحه بزاف في الثلاجه. المهم هنا غادي نقسمها وغادي نرد الاخرى، وغادي المهم حنا ندلكوها نتوما معايا. كيف ما قلت لكم البنات انا ما خليتهاش في الثلاجه بزاف، احسن تخليوها في الثلاجه ترتاح، وما بعد 20 حتى 30 دقيقه من الاحسن كاع حتى الغد ليه هكذا، باش ملي تشكلوا الحلوه ديالكم تجي هي هذه. هنايا كناخذ هاد لومبورت بياس كنقطعوا هاد الحلوه ديالنا، تقدروا تقطعوا على حساب الشكل نتوما اللي بغيتوا، انا درتها مدوره. وغادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي. كيف ما قلت لكم البنات انا هنايا شعلت الفران، بعد ما كملت شعلت الفران غادي ندخل الطاول المجمد حتى طيب لي يسخن الفران، وعاد ديك الساعه ندخلها للفران وندخل الاخرى للمجمد حتى نكمل. الفران درتو على 180 درجه. هنايا غادي ندوزو باش نوجدو لاكريم اللي غادي نلصق به هذا البسكوي. عندي 125 غرام ديال الزبده عفوا. هنايا عندي 3 معالق كبار ديال السكر الثقيل، هنايا باش نعبر لكم باش تشوفوه. المهم 3 يكونوا عامرين بزاف، 3 ديال المعالق. غادي نخلطهم مزيان حتى تولي عندنا اون كريم. خلطوها مزيان احسن قد ما خلطوها مزيان هذاك الهواء كيخرج، وكتكون عندنا لا كريم مهويه. واخا غادي نلصقوا به غير الصابلي ماشي مشكل. وهنايا كنضيف واحد المعلقه ديال الزيت. انا البنات غادي ندير هاد ليكسخين تاع القهوه، الا ما عندكمش ليكسخين تاع القهوه تقدروا ديروا واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان وتطحنوها حتى هي مع السكر كلاصي، وتحطوها في، المهم حتى هي ملي تحطوا السكر الكلاصي ديالكم وتحطوها. هنايا كنخلطهم مزيان صافي. غادي نديرها في لابوش وغادي ندخلها، المهم نخليها حتى يطيب لينا الحلوه ديالنا. انتم كتلاحظوا بعد ما طابت لينا الحلوه
الشكل ديالها كيجي هو هذاك، ما كيتغيرش كيف ما لاحظتوا. وعندي هذاك لا كريم ديال الزبده اللي درت في لابوش. الا ما بغيتوش ديروا الزبده المهم كندير هذه الطريقه، هذه طريقه سهله راه. المهم الكاميرا راه كتبين كلشي لا فيديو. تقدروا ديروا لا كونفيتور ولا تقدروا ديروا الكراميل، كل واحد يدير على حسب داكشي اللي بغى. الا بغيتي نخلي لكم الرابط ديال الكراميل اللي كديريه في الدار، كيجي زوين بزاف على البنات بالزبده اللي فيها الملحه، كيجي رائع. غادي نحاول نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو. انا غادي نستمر حتى نكمل هنا. بعد ما كملت خديت صراحه ما عبرتهاش، مي تقريبا 200-250 غرام ديال الشوكولاته ذوبتها. وهنا جبت نصف كاس نتاع الحليب، كنبقى نضيف شويه بشويه حتى نتحصل على القوام اللي احنا باغين باش نديروا ليه فيه الكلاصاج الحلوه ديالنا. في الاولى البنات ما تخافوش، راه غادي ديروا معلقه الاولى، الثانيه كتجي لكم الشوكولاته ديالكم بحال غادي تحجر شي شويه. ما تخافوش غير استمروا كديفوا الحليب حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتوه نتوما. المهم ما تجيش جاريه بزاف وما تجيش عاوتاني قاسحه، مي ضروري ديروا بشويه بشويه، ما ديروش الحليب في خطره واحده. انا البنات ما قطعتش الفيديو باش نوري لكم ني تراه، ما زعما ما تخافوش. حيت في الاول اول مره اللي غادي يدير الحلوه غادي يقولها خسرت ليا الشوكولا ولا لا، راه ما تخافوش منها. ندير الطريقه بحال غادي نديروا الكناش، انا ملي كنخدم الشوكولا كتكون معمره الدنيا. هنايا تقريبا حصلت على القوام اللي بغيت، باقي لي شي شويه، باقي شويه ثقيله. غادي نكمل هذاك الحليب، غادي نخلطها مزيان. انتما كتلاحظوا يا البنات القوام ديال الحلوه ديالنا، عفوا ديال لاكاناش ولا المهم ديال الكلاصاج. هنايا كنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، تقدروا تعودوها بالزبده، تذوبوا الزبده. صافي اول الكلاصاج ديالنا واجد. هنايا غادي نمسح هذاك الشوكولا اللي درتها فوق. المهم اللي عمرت بها الدنيا. هنايا المهم غادي نوريكم جوج طرق البنات باش غديروا الكلاصاج ديالكم الحلوه. كناخذوا الفرشيطة كنحطوا فيها الحلوه، وكناخذوا هاد بهاد المعلقه عفوا، وكنحط الكلاصاج ديالنا، كنحاولوا نفرغوا زعما هكذا، نحاولوا نحيدوا شي شويه، ما نخليوش الكلاصاج يكون كتير بزاف، يكون بزاف. هنايا نسيت غادي نجيب واحد المهم شويه ديال ورق الزبده غير باش نمسح تحت الكاطو ملي نديرها في هاد لاكغي ما تلصقش ليا الشوكولا في لاكغي. هادشي زعما الهدف منه. هنا غادي نزيد لكم الوحده، ومن بعد نوريكم الطريقه الثانيه اللي هي كتجي صراحه حتى هي سهله، ما نحتاجوش لهاد الورق ديال الزبده. وهنا البنات الطريقه الثانيه اللي سهله بزاف. هنايا كتخلطوا كتخشي يديكم هكذا كتخشيو الحلوه عفوا في لاكاناج ولا في لوكلاساج، وهي الطريقه سهله. وديك الساعه كتحطوها في لاكغي في ساعه، ما كتحتاجوش هذاك الورق. هنا بعد ما كملتها البنات انا خديت ملي سخنت الشوكولاته درت وشويه ديال الشوكولا في هذا الكورني قبل ما ندير ليه الحليب. وهنايا كندير هاد الخطوط، تقدروا ديروا الشوكولاته الابيض، تقدروا تخليهم غير بحال هكا، تقدروا ديري غير. المهم كل واحد يدير على حسب، بالنسبه للتزيين كل واحد يدير على حسب داكشي اللي كيبغي. انا يعني المهم نوريكم الطريقه اللي درت انا، وانتم ديروا داكشي اللي بغيتو. انا يعني بعد ما كملتها البنات عندي هذا اللوز شويه مهرم، المهم اللوز اللي هرمشتو انايا. كناخذوا الحلوه ديالنا راه باقي شويه طريه، ما كندخلوهاش البنات الثلاجه نهائيا، خليتها غير هكا حتى بردات ودرتها في لابواط ديالها. هنايا البنات كناخذوا كيف ما قلت لكم الحلوه ديالنا، كنحاولوا نغطيو ليه الجناب بالهاد الكاوك عفوا باللوز. تقدروا ديروا الكاوكاو، تقدروا تجيبوا الكوك تحمروه شي شويه حتى هو ديروا، تقدروا ديروا هاد الفويتين حتى هما كيجيو زوينين بزاف. المهم تقدروا داكشي اللي بغيتوا ديروه كيف ما قلت لكم. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار ديروا داكشي اللي بغيتوا. سبق ليا درت واحد الفيديو بحال المهم تقريبا بحال درت فيه درت بالكوك.
هنايا غادي نستمر. المهم بهذه الطريقه، المهم البنات اش غادي نقول لكم، الا هكذا درتوا الحلوه ديالكم وبقيتوا كديروا شي حاجه اخرى حتى لقيتوها راه جمدات، راه غادي تبقى لكم شويه ديال هذاك لو كلاصاج اللي درنا، ديروه هكذا في الجناب وتلصقوا داك الشيء اللي بغيتوا. هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كنتمنى من الله تجربوها يا البنات، راه كتجي زوينه. هنايا ضفت شويه ديال اللوز من هنايا من في الوسط، كيف ما قلت لكم ما دخلتهاش لا الثلاجه لا والو، كتبقى حتى تشد راسها براسها. كنتمنى تجربوه وتبارطاجيوه مع الاحباب والعائله باش تزيدوا تشجعونا. كيف ما قلت لكم تشتركوا في القناه ومرحبا بالتعليق ديالكم، بغيتو نقدم لكم شي حلوه ولا شي حاجه خليوها ليا في التعليق ان شاء الله نقدمها لكم. انتم البنات كتجي كتفرتت وفرجه ممتعه. بارك الله فيكم على التشجيعات ديالكم، والسلام عليكم. قعدرونا رمضان، السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.